بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم عبد الرحمن أبو شادي، مدرس في ساعة كريتيكال كير جامعة المنوفية. هكلمكم دلوقتي عن إزاي نعمل مانجمنت وفنتيليشن لعين ARDS على الفنتيليتور. هنتكلم حضرتك عن البيزك ليفل بس، هنشرح حاجات المهمة بالتفصيل، الحاجات الأدفانسد شوية هناخد فكرة عنها، ويبقى في محاضرة تانية الأدفانسد ليفل من الفنتيليشن ARDS، هنشرح بقى كمان الأدفانسد ده بالتفصيل إن شاء الله. هنتكلم عليه في المحاضرة. هنتكلم عن مقدمة، يعني ايه اي ار دي اس بسرعة، ايه الباث فيسيولوجي اللي يفيدني عشان افهم الاي ار دي اس عشان افنت العيان ده مظبوط. هنتكلم شوية عن اللونج ميكانكس والجرافيكس اللي عاملة ازاي في الاي ار دي اس، مهم جدا فاهمين الجرافيكس عشان التارجت شوتنج في العيانين دول مهم جدا. وبعدين نشرح بالتفصيل ازاي نعمل بروتكتيف فنتيشن استراتيجي. هنشرح الاي ار دي اس نت وورك بالبروتوكول بالتفصيل، وفي النهايه هندي فكره عن الاوبتيمال بيب، ازاي اختار البيب المناسب للعيان خاصه في المودريت للسيفير اي ار دي اس. وبعد كده في اخر المحاضره هناخد فكره مبسطه كده عن الادفانسد مانجمنت للعيانين المودريت بقى للسيفير اللي بيحتاجوا حاجات اعلى كمان من البروتكتيف انفيتيشن استراتيجي، زي الماس ريلاكسيشن، زي البروم بوزيشن، زي ريكروتمنت واذر سالفج مانوفرز، زي سيرفيس، زي الاي بي ار في، زي انهيلد برونكو دايليتورز. وزي افكركم بس بالديفينيشن بتاع الاي ار دي اس، برلين ديفينيشن، اخر ديفينيشن متفقين عليه في 2012، اللي هو بنعرف فيه الاي ار دي اس ان هو لازم يكون خلال 1 ويك من انسلت اكيوت، ويكون ظاهر معاه في الايمجنج بايلوت انفلتريشن سواء باكس راي او سي تي، او حاليا ممكن نحط كمان لانج الترا ساوند ممكن نحتاجها في العيانين لو في عندنا كاتاستروف زي ممكن الموضوع الوضع بتاع الكوفيد. كمان لازم نطمن مفيش حاجه كارديوجينيك تفسر الهايبوكسيميا العنيفه والانفلتريشن العنيف دوت بحاجه كارديوجينيك بيزك تعمل ايكو لاي عيان. واخر حاجه ان انا هقسم على حسب السيفيريتي بتاع الهايبوكسيميا بسكور هو البي اف ريشيو، الريشيو بين البي اي او 2 على الاف اي او 2، تمام. والاف اي او 2 هتبقى كريشيو بين واحد، يعني ال 100% اكسجين 100% تساوي واحد، ال 70% تساوي 7 من 10، تمام. لو مايلد هيبقى بي اف ريشيو من 200 ل 300، المودريت من 100 ل 200، السيفير اقل من 100. الكلام ده كله بحسبه بعد العيان يبقى انتيوبيتد او حتى عن نون انفيزيف ببيب على الاقل 5، عشان بس نوحد الريفرنس ان البريشر هيأثر لي على الريشيو، فبنوحد كده ان يكون على الاقل على بيب 5 قبل ما نحسب الريشيو دي. وزي ما احنا شايفين تقسيمه السيفيريتي بتاعت الاي ار دي اس المايلد مود وسيفير حسب الاف ريشيو ليها تاثير اساسي في التريتمنت الاوبشنز اللي متاحه بالنسبه لي. زي ما احنا شايفين هنا دوت علاقه بين البي اف ريشيو، معلمين كده من على الشمال كده عند الاخضر 300 اب تو 200 باللون الاخضر، ده المايلد اي ار دي اس، الاصفر ده المودريت اي ار دي اس، والاحمر ده السيفير اي ار دي اس. وزي ما احنا شايفين الاوبشنز بتاع التريتمنت بتحدد حسب السيفيريتي. بس هنلاقي ان اللونج بروتكتيف فينديشن سيرش نشرحها دلوقتي هي المين لاين في كل السيفيريتيز اللي لازم نبدا بيها كلية تعلمها. تاني حاجة بقى اهتمنا في الـ ARDS كباصو فيسيولوجي هو الكومبارتمنت بتاعته في السي تي أو في الراديولوجي. هنلاحظ إن عندنا في السي تي بتاعتنا لو عملنا السي تي لعين ARDS نلاقي فيه ثلاثة زونز، زون بيزل منظر الجزء التحتاني دوت في السي تي، وجزء في النص، وجزء فوق انتيرير. جزء البيزل ده خالص ده جزء قافل خالص، كله كونسوليشن، كله فلويدز، كله انفلتريشن، مفيش اي اريشن خالص جواه. على عكس جزء الانتيرور دوت كله اريشن، ده جزء شغال معايا. والجزء التالت ده بين البنين، زون وسط بين الاثنين دول، لا هو فولي كولابسد ولا هو جود اريشن. الزون رقم واحد ده اي زون اي تحتاني دوت، ده مسميه نان ريكروتابل لونج. اللونج دي مش هتستفيد بالبوست بريشر ولا بالبيب، صعب جدا البيب يفتح الجزء ده من الزون. كل ما المنظر ده يزيد في السي تي يبقى ده باد بروجنوزز، هيبقى اصعب معايا بالفنتليشن، يبقى الدنيا اوحش. الجزء الثاني هو جزء الاريتد، الجزء الزون اي، الجزء الزون بي هو الجزء الفاني دوت، ده الجزء اللي شغال اللي شايل العين حاليا وانا محتاج احافظ عليه وامنعه من الفوليو تروما ويحصل له اوفر ستريتش بالسيتنج غلط اللي انا ممكن احطها. الزون الثالث هو البوتنشال ريكروتابل اللي انا ممكن اعمل له ريكروتمنت وادخله اجنده. الريكروتمنت دوت عباره عن ايه؟ استدعاء للجيش الاحتياطي مثلا، ده ريكروتمنت. نفس الكلام عندي دوت جزء ده بوتنشال اللي انا ممكن استخدمه وافتحه بالبريشر بوست بريشر بالريكروتمنت مانوفر ويتحول لجزء اريتد اعرف استخدمه ويساعدني في الجاز اكسشينج. طيب يبقى كده دي ببساطه الزونز اللي محتاجها، وفاهم الريكروتمنت اللي هستخدمه في المانوفر هيشتغل على انهي جزء بحيث ابقى فاهم الباثوفيسيولوجي.
نخش في الجزء بقى التاني، هو اللونج ميكانكس والجرافيكس في في الاي ار دي اس. يبقى ايه اللونج ميكانكس اللي احتاج اعرفها واتابعها ازاي، وايه الجرافيكس شكلها هيبقى عامل ازاي. طبعا لازم نبدا بالكومبلاينس. الكومبلاينس ديت الحاجه الاساسيه اللي بتبقى افكتد في الاي ار دي اس، وهي عباره عن الريلاتيف ايز اوف ستراكشر ديستنشن. كومبلاينس اللونج معناها كل ما لونج تبقى سهله انها يحصل لها ديستنشن مع النفس مع البوست بريشر، فتبقى دي لونج حلوه، لونج كومبلاينت. كل ما تبقى اللنج ناشفه ومش سهله ان انا اعملها ديستنشن بالبوست بريشر، تبقى دي لنج مش نوت كومبلاينت. طيب علاقه ايه علاقه الكومبلاينس بالفوليوم؟ دي علاقه طرديه. كل ما اللنج تاخد فوليوم كتير تبقى لنج حلوه، كل ما تاخد لنج فوليوم قليله بنفس المجهود تبقى دي لنج وحشه. وكل ما تبقى لنج حلوه تلاقي البريشر بتاع جواها ما يعلاش، زيها زي البالونه تديها فوليوم ضغط معجغه في الاخر خالص وتبقى اوفر سندد. بعكس لو جبت كوره او كاوتش ليه بريشر بجوه عالي جدا بنفس كميه الفوليوم اللي انت دخلتها. فالكومبلاينس عباره عن علاقه بين الفوليوم والبريشر. كل ما الفوليوم يبقى قليل يبقى دي لونج وحشه، وكل ما البريشر يبقى عالي دي لونج وحشه. طيب عشان نحفظها افتكروا سي في بي، سي كومبلاينس تساوي فوليوم على بريشر. دلتا فوليوم الفوليوم اللي هيدخل هيزيد عن اللي كان موجود، والبريشر اللي هيزيد عن اللي كان موجود، دلتا بريشر. طيب عشان نحسبها في حاجه اسمها كومبلاينس الاستاتيك، دي اللي تهمني اكتر، ان بقيس اللونج وقت ما يكونش فيه اي فوليوم داخل بيدخل وفلو شغال. العلاقه بين التايدل فوليوم ده دلتا فوليوم، اللونج كان فيها جوه فوليوم انا مش عارف ما يهمنيش، انا كده زودت عليه فوليوم انا دخلته، ده دلتا فوليوم اللي انا هستخدمه. وقصاده بريشر هيعلى، كان انا كنت عندي البريشر كان عندي كان بيب كان موجود في نهايه الاكسبريشن، ضفت عليه الفوليوم وحبسته فاداني البيب لاتون، فحاصل طرح البيب لاتون نقص البيب، ده بنسميه درايفنج بريشر برضه في مصطلح تاني، ده يعبر عن الدلتا بريشر اللي هحسب بيه الكومبلاينس، بيب لاتون نقص البيب. النورمال بتاعي كام؟ لو كان على واحد ميكانيكالي فنتليتد هنحفظ رقم اراوند 40 ل 50، ده اللي ايه ده اللي ممكن لازم احفظ الرقم دوت. تحت منه انا مقلق ان عندها في مشكله كومبلاينس، هتبع تحسن او سوء العيان بالرقم بتاع الكومبلاينس على الفنتليتور. ممكن احسبه لو الجهاز ده ما بيحسبوش، هجيب بتاع الفوليوم واجيب البيب ده 2 واطرح منه البيب واحطه في رقم يديني الكومبلاينس، ممكن ابدا احسبها كده دي. طيب هنلاقي ان في حاجات كتير جدا تقلل الكومبلاينس، حاجات جوه اللنج، لنج بارينكيما، لنج كلها السبب ان انا دخلت يوب على وان سايد، هارت فيلير، والمونر اديما، الاي ار دي اس، الاتليتسز، كونسوليديشن، فايبروسيس، الهايبر انفليشن والديناميك، كل دي حاجات جوه اللنج برينكيما. ممكن حاجات كمان بره اللنج زي التنشن نيموثوراكس والبلور فيوجن، البلور باثولوجي ممكن ياثر على الكومبلاينس اندايركت. كمان مش بس كده، ده الحاجات اللي بره بره اللنج كمان ممكن تاثر على الكومبلاينس اللي بقيسها زي ادومينال ديستنشن والشيست وول اديما او الاوبيستي موربيد اوبيستي او الثوراسيك ديفورميتي او بريجنانسي. الحاجات دي كلها بتعكس لي ان الرقم اللي انا بقيسه دوت ممكن يكون اقل بكتير من الواقع، ممكن تكون احسن من كده في العينين دول، لكن انا بقيس الكومبلاينس بتاع الريسبيرتوري سيستم كله، انا بقيس الكومبلاينس بتاع الريسبيرتوري سيستم كلانج بارينكيما وكثوراسيك استراكشر مع بعض، وبالتالي لازم انا واخد بالي وكوشس العينين دول اللي عنده بيرن مثلا، اللي عنده موربيد اوبيز بريجننت، كومبلاينس عندهم ممكن تبقى اوحش احسن من اللي انا قايسها ديت، بسبب ان انا الكومبلاينس متاثره بالبريجننسي او بالستيج. طبعا الكيرف دوت بقى ده كيرف مهم، ده كيرف البريشر تايم كيرف، علاقه بين البريشر والتايم وقت الانسبيريشن. ده جزء الاكسبيريشن وقت الاكسبيريشن، وده جزء الانسبيريشن. هنلاقي ان النفس ده مود فوليوم مود، دخلت الفوليوم بدا الفلو يعلى، بدا وصلنا البيك في نهايه ان الهواء دخل خالص، وبعد كده وقفت دخول الهواء خلاص اللنج اتملت، بس حبست الهواء ما خرجتوش، وبدا البريشر ينزل نتيجه ان الفلو بقى زيرو، مبقاش فيه اي هواء معدي في الارويز، فالبريشر بتاع الاروي اللي بيحدده الجزء دوت خلاص لغيته، فراح نزل لمستوى البلاتو. تمام، ويبقى عندي البلاتو اهوت والبيب اهوت، والجزء ده اللي بيعبر لي عن الكومبلاينس. تمام، لو احنا افترضنا ان الكيرف الاخضر ده هو النورمال، فلو حصل مشكله في الكومبلاينس هنلاقي جزء البلاتو ده عالي، وفي نفس الوقت البيك عليت معاه بنفس المسافه، وبالتالي يظل الفرق بين البيك والبلاتو ثابت، ولكن البلاتو هو اللي عالي. تمام، يبقى البيك هيعلى والبلاتو هيعلى، لكن الفرق بينهم ثابت، يبقى كده مفيش مشكله في الايروين، لكن المشكله تبقى كده في الكومبلاينس.
يبقى علو البي بلاتو يعبر عن مشكلة في الكومبلاينس. تمام، ده المنظر اللي هنشوفه. ادي كيرفات بتاعت مود فوليوم، ادي كيرف بريشر، كيرف الفلو، كيرف الفوليوم، وهنلاقي ان العيان ده كان بياخد نفس الفوليوم نفس الفوليوم نفس الفوليوم، نفس الفلو نفس الفلو نفس الفلو، ولكن حصل هنا مشكلة ادت ان البريشر يعلى كده. يا ترى الكومبلاينس اتحسنت ولا بقت اوحش؟ بنفس الفوليوم اللي دخل، بنفس الفلو اللي كان داخل، البي بلاتو بقى اعلى من الطبيعي. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ حصل ديكريز في الكومبلاينس، الكومبلاينس بقت وحشه، وبالتالي اللنج مش هتستحمل الفوليوم دوت بنفس البريشر، لا طارت البريشر جواها يعلى، بقت مور ستيف، وده اللي بنشوفه عن الار دي اس. يبقى انت ممكن تفول اب عن الار دي اس بتغير الكومبلاينس، الكومبلاينس عماله تتحسن او البلاتو عمال ينزل، يبقى انت كده ماشي في السيف سايد. وهنقول احنا الرقم ده بالنسبه لي سيف، ما يعديش ال 30 حتى الان في كاستادوس. احنا هنتارجت بيبلاتو ما يقلش عن 30. ممكن اكسبت بعض العيانين يعدي يعني كده لو في سبب تاني يزود البيبلاتو بره اللنج، زي ايه؟ زي الاوبيستي زي ما قلنا من شويه، موربد اوبيس، زي البريجنانسي، زي ال زي لو في سيفير ابدومينال وول وسيفير شيست وول. ندخل بقى في الجزئيه الاساسيه بقى بتاع الباقي بتاع المحاضره، هو اللونج بروتكتيف استراتيجي، البروتوكول بتاع الاي ار دي اس نت وورك. هنلخص اللونج بروتكتيف استراتيجي في كام نقطه. نبدا بس الاول، احنا نقول احنا ممكن نحققه باي مود اسيس كنترول، سواء بريشر كنترول او فوليوم كنترول او بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول. بس الحاجات دي كلها بتميز انها بتدي انفاس كلها فولي سبورتد، يا اسيستد يا كنترولد، يعني لو طلب نفس بياخد النفس بدون اي مجهود. تمام، ده الحاجه الاساسيه اللي محتاجها في العين دول. مفيش اي ايفيدنس ان البريشر كنترول سوبيرو على الفوليوم او فيس فيرسا. اهم حاجه ان احنا نحقق التارجت المطلوب باي مود منهم. بنبدا في كل عينين ب 100% اكسجين، وبنمنتين الساتوريشن اراوند 88 ل 95. انا في الايرلي ومع انا هيبوكس جدا في الاول، لا هتارجت ساتوريشن 99% او 88 كتارجت عشان ليميت الاف وايت، وبعد كده لما العين يتحسن هبدا تارجت مستوى اعلى يكفيني 95 برضه في بعد مرحله كام مرحله من الايه من تطور المرض. ملخص الاستراتيجي عباره عن ثلاث حاجات. اول جزء هو ان انا بليمت التايدال فوليوم، وهليمت التايدال فوليوم معاه كمان ليميتيشن في البيتو بشر، عيني على الاثنين، التايدال فوليوم قليل والبي بلاتو يبقى قليل. احقق ده مود فوليوم ماشي، احققه مود بريشر ماشي، المهم انا لازم الاثنين ابقى تحت سعيني، الفوليوم والبلاتو. هدفي من ده ايه؟ ان احافظ على اللانج الهيلثي ما يحصلهاش اوفر ديستنشن، اتجنب الفوليو تروما والبارو تروما للهيلثي لانج لزونز. طيب تاني كونسبت هو الاوبتيمال بيب، ان انا عايز اوصل لبيب يفتح لي ويحافظ على فتحان اللانج الريكروتابل، الجزيون الوسطاني، البيب دوت مش عايز يبقى كتير قوي يعمل له اوفر تنشن للهيلثي لانج وخليها مش شغاله كويس، ولا يبقى اندر بيب ان هو يخلي الزونز الاتليكتروما الزونز الزون الوسطاني اللي ممكن يبقى ريكروتابل يحصل له كولابس واتليكسز وافقده من الجهاز الاكسجين. يبقى هدفي من هنا نعمل امنع الاتليكتروما. تمام، عايز افتح اللانج وكيب ات اوبن. الحاجة الثالثة ان انا عايز ليميت الاف اي 2، العيان ده بيبقى هيبوكسي جدا، بيقعد فترات طويلة في اي 2 80 و90 و100%، فهدف ان انا اليميت الاوكسجين توكسيستي. هي طبعا حاجة ثيوريتيكال ما شفناهاش، لكن اتس اكشوال ان احنا حتى لو ما فيش توكسيستي هنتجنب حتى كوست عالي الاوكسجين اللي افقده من المستشفى بتاعتي. يبقى ده الجزء الثاني. لونج بروتيف فينديشن استراتيجي بقى هنبداها كده باول حاجة اللو تايدال فوليوم، هنخلي له قد ايه وبتوع هيبقى ليميتد لقد ايه. هنتكلم احنا هنتكلم من اقل تايدال فوليوم من 4 ل 6 مللي بالكي جي. لو انا بادئ ب 8 ممكن ابدا في اول كام ساعه 8 وابدا انزل ل 6 واقف على 6، وابدا لو احتاجت انزل ل 5 او 4 هنزل مش هقل عن 4، ويفضل ما اعديش ال 6 في معظم الاوقات. البي بلاتو بتاعي مش عايزه يعدي ال 30 سنتيمتر ووتر، ممكن في الاوبيس او الستيف شيست وول زي ما قلنا انا اكسبت اكتر من كده، بس برضه مش هيعدي ال 35 ايه عشان ما اتجنب الاوفر ديستنشن لونج. طيب ازاي احافظ على البي بلاتو؟ لقيت البي بلاتو بتاعي بيعلى على الفنتليتور. البي بلاتو دوت بيتقاس واللنج مليانه بالهواء محبوسه ومفيش لا هواء داخل ولا هواء طالع.
احيانا العيان لو مش مصحصح مش مستحمل الجزء البيبي العالي دوت والتايدال العالي دوت، ممكن يبقى السيديشن تهدي لي الموضوع دوت. فلو عم اضطريت اقلل التايدال فوليوم هقلله من 4، من 6 خليه 5 خليه 4، ده هتقلل البيبي بلاتو. السيديشن الكويس هتخلي لي المريض يبقى هادي شويه، ما يعفرش مع الجهاز، ما يضغطش بالبريشر ماسلز من جواه، يزود البريشر جوه اللنج في وقت البلاتو. لو البيب انا حاطه عالي اكتر من المطلوب، لا راجع نفسك، البيب ده ذات نفسه بيرفع البلاتو، لان هو بي البيز لاين اللي عليها طالع فوليوم بيدخل. فلو انت البيب حاطط اوفر بيب، ممكن تراجع نفسك لكاد يكون انت حاطه اوفر. لو انت البيب مش عايز ينزل، اطمن مفيش اوتو بيب. الاوتو بيب ده فوليوم بيدخل جوه اللنج وما يخرجش كله، يبدا يبقى في فوليوم ترابد جوه الالفيولاي، يبدا ده يزود لي البريشر جوه الالفيولاي جراديوال جراديوال. بيحصل ليه في الاي ار دي اس؟ بسبب الانفيرس ريشيو اللي ممكن توصل لي، او الرابيد ريت اللي ممكن احطه عشان السي او 2 بدا يدخل في ارقام مش مقبوله. فبالتالي تيك كير، وهنلقطها ازاي؟ من كيرف الفلو، زي ما خدنا في كيرفات، ان انا هتكت ان في مش الفلو ما بيرجعش للزيرو، يبقى كده اللي عندها في ريسك ان يكون يخش في اوتوبيه. ممكن اقيسها بسبيشال مونيتورز في بعض الاجهزه، او دوس على الاكس على الاكسبيراتوري هولد واشوف البريشر هيزيد ولا. النيموثوراكس والميوكس بلاكينج حاجتين كومن في الاي ار دي اس. ليه؟ لان العين ده بيبقى ستيف لانج، لو حطيت غلط ممكن العين ده يخش برطروما بسهوله، والسكشن بتاعه بيبقى صعب كل شويه، العين بيبقى هيبوكسيك، التمريض بيخاف يسكشن له، بالذات لو عيان بقى عنده كمان سكريشنز كتيره، كرونيك برونكايتس، سي او بي دي، تلاقي الميوكس عمال يتجمع، احنا مش عارفين نشفطه، الماس ريلاكسنت والسيديشن ما تخليش العين يطلع سكريشنز بسهوله من جوه. فكل ده وارد. اطمن، اتاكد ان العين بتاعك ما فيهوش الميوكس بلوكنج، اسمع الشيست كويس، اطمن اير انتر ايكول على الناحيتين، مفيش حته ديمينجد، كل ده هيبقى سهل بالكسكلودنج بالسماعه كتير في الجزء ده. طيب خد بالك ان زياده تظبيط الريتم زي ما قلنا ممكن تدخل لي في اوتو بيب، بالذات كمان مع زيادة الريسبيراتوري ريت والهيفي سيديشن ماسل اكسنت. طيب في حاجة اسمها بيرميسيف هايبر كابنيا ممكن نحتاجها، مش هنلجأ لها لازم كنا مضطرين، مش هنتعمد نعملها، لا احنا هنقلاو سي 2 يعلى لو انا اضطريت ان انا اقل فوليوم من 6 ل 5 ل 4 بسبب ان البيبل 2 مش عارف يقل عن 30، السي 2 ساعتها يبدأ يعلى بسبب ان انا قللت الميديال فنتيليشن. لو البي اتش قلت من 7.35 ل 7 لحد 7.30 هاكسبت، مش هعمل اي تغيير في السيتنج، مش عايز اتعب اللنج باي ولود زياده، هاكسبت الموضوع دوت. لكن لو بدا يقل عن 37 هاخد اكشنز، لازم هاخد اكشنز. طيب ايه الكونترا انديكيشن؟ مش كل عينين هاكسبت فيهم الهايبر كابنيا ديت. احد الكونترا انديكيشن هو لو كارديك اوتبوت، العين اللي فيه شوكت وفي ايفيدنس ان اللي عنده شغل فيه كارديو بتاعه قليل، بالذات لو في كمان كونتراكتيلت افكشن. يعني النيورو فيهم حاجتين، الانكريز انتركرينال بريشر والابيليبسي، طبعا الفيتس بتزيد جدا مع الهايبر كابنيا، الاي سي بي بيزيد بسبب الفازو دايليتيشن اللي بيحصل مع الهايبر كابنيا، دول حاجتين نيورو. واخر حاجه تبع الكيدني او بعض دراجز اللي تعمل هايبر كاليميا، لو في هايبر كاليميا سيجنفيكنت الهايبر كابنيا بتزود الهايبر كاليميا. تمام، فالحاجات دي كلها تعتبر كونتراكتيشن، مش هعرف اعملها بسهوله الهايبر كابنيا في العينين دول، هضطر تارجت الى حد ما النورمال بي اتش. طيب البي اتش لو قلت عن 37 هبدا اخد اكشن، هناخد دلوقتي البروتوكول هعمل ايه في البارامتر. لو قلت مش عارف اسيطر عليها وبقت تقل كمان لحد 7.15 ومش ريسبونسيف معايا، ممكن ادي باي كارب، كونسيدر ان ادي صوديوم باي كارب لو بي اتش اقل من 7.15. يبقى انا عندي فوق 37 انا ما فيش مشكله عندي، تحت ال 37 لحد 7.15 هاخد اكشن على الفنتليتور، تحت 7.15 هاخد اكشن ماكسيمم على الفنتليتور، وهدي باي كارب كمان لو مفيش ريسبونس سريع على الفنتليتور. طيب بعد ما العين يبدا يتحسن معايا، مش هقف بقى واسيب السي تو عالي كده، لازم ابدا انزل طالما العين بدا يتحسن، لانج تسمح ان انا تارجت نورمال فوليوم بقى ارفع تاني 4 مللي ل 5 مللي ل 6 مللي بير كي جي، هبدا اتارجت، مش هسيب العين فترات طويله هايبر كامل، اول ما الموضوع يسمح ان انا اشيله هشيله. طيب هنخش في الاي ار دي اس نتورك بروتوكول ونشوف ايه اللي هيعمل، هنعمله ازاي البروتوكول دوت. البروتوكول ده طبعا اتنشر في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن في سنه 2000، وكان يعني فات كتير جدا، عينين كتير جدا بالبروتوكول بتاع اللوتا ده الفوليوم، وهنتكلم عن التفصيل ازاي نطبقه. اول حاجه في البروتوكول ده، انت هتحسب الكالكوليت البريدكتد بودي ويت اللي هو مثيل الايديال بودي ويت، مش هنحسب البودي ويت على العيان ده بوزنه، لا بطول المريض، ويفرق من ميل لفيميل، من ميل لفيميل هيختلف.
عندنا الميل له معادله والفيميل ليها معادله، دايما الفيميل بتبقى اقل من الميل حوالي 5 كيلو في الاخر او 4 كيلو في الحدود ديت، تمام. دي معادله سهله ممكن تحطها عندك، او انا مع سمبل فور سمبليفيكيشن كده جبت لكم متوسط الاطوال احنا بنشوفها تقريبا من 150 ل 175 سنتي، وقصادها الميل والفيميل كل واحد يبقى وزنه قد ايه بالكيلو. هنلاقي مثلا لو عين مريض وزنه 150 كيلو هيبقى وزنه كميل 50 كيلو، تقريبا شلت ال 100 كلهم، والفيميل هتقل عن كده كمان 4 كيلو تبقى 46. لو عين مثلا وزنه 170 هيبقى وزنه 66 كيلو لو ميل، ويبقى اقل من كده 5 لو فيميل، تمام. فاحنا لازم بالفعل نحسب طول المريض، يعني يا ريس ما ينفعش نجيبها بالشبه كده، لا احسب طول المريض عن طريق طول السرير راوند 2 متر ثابت، قيس المسافه بين راس العيان وراس السرير، وهو العيان في العيان سوباين والسرير مفروض خالص سوباين، وبين رجل المريض والطرف الثاني من السرير. لما سطح السرير حتى ده 20 سم هنا و10 سم 30 سم مثلا، يبقى طوله 170 يتراحم من 2 متر، حطه هنا اللي عنده وزنه 66 كيلو، وابدا هشتغل بعد كده على الايه بودي ويت داون. كده نختار المود، وزي ما قلنا المود لازم يبقى حاجه تدي تريح العيان خالص، فول سبورت، طالما يعني في الاول محتاج فول سبورت لحد اللنج ما تبقى هاديه وتستحمل وما تبقاش العيان تكبنك عليها. فاختار مود يا بريشر كنترول يا فوليوم كنترول زي ما انت عايز، مهم انت تكنترول بيه التارجت اللي عايزين نحققها. بعد كده نختار انت ده فوليوم، نختاره وهيبقى 6 مللي بير كي جي بالبريدكت بودي ويت. لو تايدا فوليوم انا حاطه دلوقتي كان 8، لو انت لسه بادئ مناخ العيان ممكن تحطه اول ساعه ساعتين على تايدا فوليوم 8 مللي بير كي جي، عشان بس تفتح الايفيلاي اللي كولابس بالذات وقت الانتوبيشن والسيديشن ووقت الانتوبيشن. لكن بعد ساعه ساعتين تشفت تاني على 6 مللي بير كي جي، ده التارجت بتاعك، وتمشي على كامل على 6 مللي بير كي جي لحد ما نشوف هنحتاج نقل ولا لا. والبود ويت هنا هيبقى اللي انا حاسبه بطول المريض. بعد كده هبدا الاف اي 2 وهبدا ب 100% اللي هو 1، حتى لو العيان مش هيبوكسك ممكن ابدا اسحب بلاد جاز تحتي على اف اي 2 100% واحسب البيك فريش بتاعتي في خلال ربع ساعه نص ساعه من الانتيوبيشن وعلى البيب اللي انا حاطه. طيب هنحط الريت بتاعي من 16 ل 20 بريس بير مينت. ليه؟ هنرفع الريت شويه كده عشان انا هعوض التايد فوليوم اللي انا حاطه قليل دوت، لازم قصاده منتين مينت فنتيليشن كويسه عن طريق ان انا احط ريت عالي شويه. هنبدأ بمدرة الهاي بيب من 8 ل 10، الهاي بيب بالنسبة لنا هو فوق ال 10، الكلاسيك بتاعنا الخمسة العادي في العيانين، العيان اللي ضغطه يسمح هبدأ ببيب 8، تمام، ممكن أوصل لحد 10 في الأول انيشالي، وهبدأ بعد كده أظبط البيب مع الإفكتو على حسب جدول هنشرحه دلوقتي، لكن هبدأ بيب 8. يبقى إحنا كده ملخص سيتنج حتى الآن، تايدال فوليوم 6 مللي بير كي جي، ممكن أبدأ ب 8 وأنزل خلال ساعة ساعتين ل 6، لو العيان كان في مشاكل في الانتيوبيشن شوية أو لو أنا حاسس إن هو بدأ حصل له ديكريس في الانتيوبيشن وقت الانتيوبيشن، الريسبونس بتاعي هبدأ أزوده شوية عشان أعوض تايدال فوليوم القليل دوت. البيب هبدأه ب 8، هختار مود بريشر كنترول أو فوليوم كنترول، لو أنا أحط فوليوم كنترول فوليوم بسهولة أحطه، لو أنا أحط مود بريشر يبقى هتارجت البريشر اللي حقق لي الفوليوم اللي أنا حاسبه. انا عايز مثلا ادخل عنده فوليوم 300 مللي ب 300 مللي مثلا، يبقى احط بريشر 10 واشوف ايه ده فوليوم كام، ده 250 يبقى ارفعه خليه 11، 280 خليه 12 بقى 300، يبقى خلاص بريشر 312 هو اللي بيحقق لي الفوليوم 300 اللي انا عايزه. هتابع كل شويه اطمن ان البريشر ده بيحقق الفوليوم ده. طبعا تظبيطه على المود الفوليوم اسهل بصراحه من المود البريشر، عشان كده احنا يفضل كلنا نبدا كده احنا بنعمل انفيتيشن يار ديس في الاول هنبقى اكسبيرينسد نشتغل بمود البريشر الفوليوم هيبقى اسهل لي في الاول. الفلوريت اللي يتحكم فيه على مود الفوليوم، لو العيان هيلثي كويس البودي ويت بتاعه كويس البودي بيلت بتاعه ماسكولر ومش نايم كويس على الفنتليتور قوي، خلي الفلو بتاعه عالي عشان هيبقى عنده اير هانجر يعني بسبب الهيبوكسيميا والباثولوجي موجود في اللون، فدايما خلي الفلو عالي شويه. وطبعا افضل حاجه نظبطه عن طريق الكيرفات كيرف بريشر، بنشوف الفلو مناسب ولا لا عن طريق كيرف بريشر، مش عايزين العيان ده يبذل مجهود جامد، مش عايزين يبدا يسحب قصاد الجهاز، لا عايزين يبقى مريح. لو فلوريت رفعناه لسه ستيل العيان بيعافر مع الجهاز وبيسحب اكتر، يبقى لازم نريح العيان اكتر بسيديشن اكتر. طيب البيب من الحاجات المهمه جدا في الاي ار دي اس، هدفي منه ان انا الغي الهايبوكسيميا اعملها ريفرسال وافتح الالفيولاي بيحصل لها اتليكتسيس اللي هي عباره عن اند اكسبيراتوري كولابس، ده الاتليكتسيس الكولابس اللي بيحصل في نهايه الزفير، الالفيولاي شغاله تفتح بس وهي بتقفل بيحصل لها كولابس، ده الاتليكتسيس، وده بيعمل حاجه اسمها اتليكتروما وحاجه هارمفول لازم امنع الايفون انها تكولابس كده. ليه حصل اتليكتسيس؟ بسبب السيرفكتنت اللي باظ مع باثولوجي اللي موجود في الايرتس. هدف ايه من البيب؟ ان انا اعمل ريكروت ومنتين ريكروت، لازم افتح الايفولاي وخليها ما تقفلش، ان مجرد ما افصل الفنتليتور وضايع البيب او لو في ليك في الوسط البيب ده كله بقى لوست، يبدا يحصل لي ان الايفولاي اللي فتحت تقفل تاني، تمام. في كذا ترايل اتعملت، تمام. خلاصه
ترايلز ان احنا مش عارفين هل هو في تاثير على المورتاليتي ولا لا. في بعضهم قالوا بيأثر شويه على تظبيط البي، بيحسنني يخلي عيني يتشال اسرع مع الفنتليتور. بعض اللي قال انها ممكن يكون لها مودريت اكشن في المورتاليتي في السيفير اي ار دي اس، مودريت تو سيفير. تمام. طيب مش حاجه كده، هنحط البيب على قد ما يقدر يبقى تارجت الايديال للعيان، نشوف نحاول نوصل له زي الايديال داون بقدر الامكان، لكن اللي متفقين عليه ان هو لو تايدال فوليوم زي ما حسبنا من 4 ل 6 مللي بير كي جي. طيب هنتابع عندنا عامل ازاي؟ في اول فتره من الفنتليشن هنتابع عندنا كل 4 ساعات او مع اي تغيير في التايدال فوليوم او البيب. الحاجتين السي بتوعي هو التايدال فوليوم والليبل، هبدا اظبط يوم طول الشغل كله على الاي ار دي اس دلوقتي. اي تغيير في اي فتره لازم اشيك تاني عيان بحاجات هي ايه، البي اتش يفضل اللي عندي سعيد بلد جاسس اي بي جي، مش هيكفيني الكابن الكابن والبالتوزومتر، لا لازم اشوف البي اتش كام عشان اشوف الهايبر كابني هاكسبت ولا هزود ولا هقلل. لازم اقيس البلاتو بريشر تمام، واسجل كل شويه البلاتو بتاعي اقل من 30 ولا لا، ده بيعلى ده بينزل ده بنعم بيتحسن ده عم بيسوق، الكومبلاينس كانت كام، الاس بي او 2 ريسبيراتوري ريت ده الفوليوم نظبطه، الحاجات دي كلها لازم اقيسها اول باول. تمام كل الحاجات دي تمام. في اول في الاول هيبقى كل 4 ساعات وكده ممكن نبدا نقلل شويه بالتدريج مع تحسن المونيتورنج. دوت حاجه اساسيه وفاندمنتال لحد ما احقق التارجت، لان هتلاقي العيان دوت هنفنتله تظبط حاجه تلاقي حاجه تانيه باظت، تروح تظبط حاجه تانيه تلاقي دي اتحسنت شويه، فتلاقي الموضوع مش ايزي. لازم انت عينك على كل حاجه في وقت واحد، البلاتو في ناحيه، البي اتش في ناحيه، الساتوريشن كويس، التايدال فوليوم معقول ما خرجتش بره الرينج، السي او 2 اكسبتد، انا كده ماشي في كل الاتجاهات في وقت واحد. طيب ايه الاهداف اللي عايز احققها؟ محتاج احقق 3 اهداف اساسيه. كاوكسجينيشن محتاج الساتوريشن يكفيني 88 ل 95، في الاول هنترجت 88 ل 90، بدا يعني يتحسن ابدا ارفع التارجت بتاعي ل 95، مش محتاج 100% خالص، لا 95 بالنسبه لي لو عن فاتو قليل، التارجت 95 كفايه جدا عليا. الهدف الثاني كبريشر، ان البريشر بتاعي يبقى اقل من او يساوي 30، مش عايزه يعدي 30 سنتيمتر ووتر في اغلب الاوقات. البي اتش بتاعتي مش عايزها تقل عن 37، مش عايزها تعدي 7.45، يبقى من 7.30 ل 7.45. دول 3 اهداف اللي محتاج احققهم وهتابعهم، كاوكسجينيشن عشان اقلل فاي 2، وكبلاتو بريشر عشان احافظ على التايدال فوليوم بتاعي والفوليوم فوليوم ما يحصلش، وبي اتش عشان الهايبر كابني اللي هتحصل لي يبقى ده التارجت بتاعي. طيب الاوكسجين جول زي ما اتفقنا هيبقى 88 ل 95، هنستخدم ايه عشان نوصل للجول دوت؟ الزرارين الاساسيين اللي بستخدمهم هم البيب والاف اي 2، دول اللي هيظبطوا الاكسجينيشن، البيب والاف اي 2. الجدول ده محطوط من الاي ار دي اس نت ورك، بيقارن بيحط لنا ريليشن بين الاف اي 2 والبيب. لو انت على اف اي 2 30 يبقى انت المفروض الاقيك حاطط بيب 5، ما ينفعش الاقي عندي على 100% اكسجين 100% اكسجين واقيك حاطط بيب 5، لا مش منطقي. لا انت هتبدا العيان ده اول ما تحط له اف اي 2 100% وتحط بيب 8 مثلا وتشوف الساتوريشن كام للعيان ده في التارجت، يبقى خلاص احنا عايزين بقى نوفق نجيب ده مع ده. المفروض الاف اي 2 100% معاها بيب من 20 ل 24، نعمل ايه؟ نرفع البيب شويه نجيبه ل 10 ونشوف الاخبار ايه، الساتوريشن بدا يتحسن، خلاص ننزل الاف اي 2 ينزل منه من 100% ل 90%. طيب لسه العيان الساتوريشن بتاعه كويس فوق ال 95، خلاص اسحب اف اي 2 كمان خليه 80%. لسه احسن كمان فوق 95، خلاص خليه 70%، وصلت لحد 70% وبيب 10 والاف اي 2 بقى 90% ساتوريشن 90%، يبقى انا خلاص وصلت الاف اي 2 70% وبيب 10 وعليها العيان ظبط كساتوريشن بقى 90%، خلاص انا عند لحظه اقف وهبدا اتابع العيان واعمل له مونيتورنج كمان ساعه ساعتين شو الاخبار ايه. العيان بيتحسن خلاص ممكن ابقى انزل بالاف اي 2 60% وخلينا عند الزون ديت. لا ده بيسوق ممكن يبقى ساعتها من 70 ل 10، ما هبدا اطلع درجه واعمل الخطوه ديت ان ارفع بيه ل 12، يبقى همشي بقى ستيب لادر في الايه الباسوي دوت، علاقه بين الاف اي 2 والبيب. والتارجت بتاعي اللي عايز احققه من الاثنين دول هو نخلي ساتوريشن اراوند 90% من 88 ل 95. تمام، يبقى انا ما ينفعش الاقي عيان اف اي 2 100% ومعاه بيب 7 او 8، ما ينفعش الاقي عيان على بيب 20 مثلا واف اي 2 50%، ما ينفعش. لازم يبقى بقدر الامكان ماشين ريليشن بينهم علاقه منطقيه. طيب البلاتو بريشر بتاعي اتفقنا ان هو مش هيعدي 30، بقدر الامكان اخليه 30 اقل من 30،
لو لقيت البلاتون عدى 30 يبقى هقلل تايدال الفوليوم من 6 ل 5 ل 4، واتفقنا كده ممكن ندي سيديشن ومص الاكسنت لو العين مش مريح على الفنتليتور. اطمن ان مفيش نيمو سوركس، مفيش ميوكوس بلاكنج ولون كولابس، اطمن ان مفيش اوتوبيب، الحاجات دي كلها ترفع البي بلاتون. طيب البي بلاتون بتاعي بدا يتحسن وبدا يقل عن ال 25، لو بقل عن 25 ده العين بيتحسن، دليل انه بيتحسن. لو العين ده اعتاد الفوليوم اقل من 6 مللي ارفعه 6 مللي، يعني هو 4 مللي خليه 5 مللي، 5 مللي خليه 6 مللي، استغل الفرصه ديت طالما عشان ما تخشش في هايبر كامينيا اضطر تزود الريت. لو بيتو بتاعك في الرينج بقى من 25 ل 30 يبقى خلاص زي ما انت اعتاد الفوليوم بتاعك مش هتزوده ولا هتقلله، يبقى انت عندك اكتر من 30، اقل من 25، من 25 ل 30. طيب دي بقى مش مشكله، الجزء دوت احنا البلاتو اقل عن 20 والعيان بدا يتحسن ممكن ساعتها نزود الفوليوم لو احتاجنا في بعض الحالات، مش مشكله الجزء دوت. طيب الجول بتاعي كبي اتش اتفقنا هو يكون 37 ل 745. طيب اتفقنا ان البي اتش لو قلت عن 37 هبدا اخد اكشن، الاكشن ده هيكون في صوره ايه؟ لو البي اتش من 7.15 ل 7.30 هزود ريسبيراتوري ريت لحد ما بيرش تظبط، هوصل لحد كام؟ ريسبيراتوري ريت ماكسيمم لحد 35 ريسبيراتوري ريت. 35 تمام. لو البي اتش قلت عن 7.15 او ساعات بيشيل 7.10 7.5 7، لا ساعتها هزود ريت اوتوماتيك للماكس على طول 35، ولو ما تحسنش خلال فتره بسيطه على طول ممكن ادي باك اب لو احتجت. تمام يبقى ده الايه الجزء بتاعي كبي اتش 37. طيب بيش بقى لو دخل في الالكالوسيس قلل الريت، بيتش عدى 7.45 ما تسيبش العيان دوت ياخد ريت عالي على الفاضي، انت ليه تعمل له ريسبيراتور الكالوزس ولونج اسان تعبان؟ وفر الريت دوت، كل ديت فتح وقفل الايفلويد ده تروما للونج، قلل الريت على طول مش محتاج بيتش تبقى كده، خليها في الوسط 47 و735 مفيش مشكله خالص. وزي ما اتفقنا بس هايبر كابنيا ان انا هعمل ليميتيشن وهدفي منه ان سي او 2 مش هخاف من انه يعلى قوي في معظم العيانين، وهدفي منه ان اقلل اللنج انجري بسبب الفوليوتروم. طيب الجزء الثاني من اللنج استراتيجي هي الاوبتيمال بيب، وزي ما اتفقنا معاكم من شويه ان كان في جدول كده هنستخدمه. هدفي بيب ده ان اوصل لحاجه اسمها الاوبن لنج ابروش، نخلي اللنج اوبن. الاوبتيمال بيب دوت حاجه الى حد ما ثيوريتيكال، مش عارفين بالظبط نوصل للحقيقه في العيان الطريقه سهل نوصل للاوبتيمال بيب، لكن احنا بنحاول نوصل للتارجت البيب اللي هو لا يعمل لي اوفر ريسبشن في الايفلاي ولا يعمل لي اتليكسس. التو زونز اللي البيب بيدخل لهم هو زون الهيلثي والزونز الاتليكتي اللي هو البورد البوتنشال ريكروتابل. بيب محتاج بيب يبقى مناسب للاثنين بقدر الامكان، ما يعملش اوفر ريسبشن لواحده ولا يعمل اتليكسس في واحده. احيانا لو انا مش بيب ده مش مكفيني محتاج اظبط سيديشن باراليسيز، احيانا بعمل بروم بوزيشن لو الموضوع ما فلحش في العيان بوصل لحاجات اعلى من المستويات من اول درجه هناك هي طريقه التيبل، والحقيقه مش وان تيبل ده تو تيبلز، ادي التيبل الاولاني والتيبل الثاني. التيبل اللي من شويه ده كان التيبل الاولاني دهوت اللي هو اسمه لور بيب، وساعتها كنا وصلنا لحد كان الاف اي 2 عند 70% كان بيب 10. قصاد تيبل تاني بيستخدم هاير بيب قصاد نفس الاف اي 2 لور اف اي 2. لو شفت مثلا عند الاف اي 2 70% اهو من 50 ل 80% بيبقوا عندهم 20، يعني بيب عالي جدا. فالنوع ده من الجدول دوت بيستخدم بيبس اعلى من الموضوع من الجدول الاولاني دوت. بالنسبه لنا السيف الاول احنا ممكن نستخدم الجدول دوت، هو في تعمل كذا مقارنات بين التو تيبلز الهاير بيب واللور بيب، لقوا ان هم ذا سيم كافيكاسي، اللور الهاير بيب بيبقى حاسس اوكسيديشن اكتر بس معاه كومبليكيشن اكتر شويه، لكن في الاخر كان مورتاليتي الاثنين ذا سيم. فعشان الموبيلتي والكومبليكيشن تحصل ممكن نبدا الاول بنشتغل على الجدول التيبل اللي هو اللور بيب دوت. تمام ده الكلاسيك بتاعنا في اللي ممكن نستخدمه، نستخدم اللور بيب هاير اف اي 2 تيبل، هيبقى بالنسبه لنا اسهل على الهيموداينامك وهيحقق لنا التارجت لحد ما. طب ده هنشتغل الجدول ده ازاي؟ زي ما اتفقنا انا ببدا العين اول ما فنتله احطه على اف اي 2 100% وابدا له بيب 8 تمام، واشوف التارجت بتاعي حقق المطلوب يبقى انا كده خلاص الساتوريشن بتاعي ظبط، يبقى خلاص هبدا بقى عايز اوفق ده مع ده، اعلى بالبيب واشوف الاخبار ايه
وانزل بالاف اي 2 واشوف الاخبار ايه. ممكن انزل اول اف اي 2 واشوف الساتوريشن ساتوريشن ساتوريشن، بدا الساتوريشن يتحسن يقل قصدي، اول ما يبدا يقل او جاي رافع البي بحيث في الاخر يتقابلوا في نقطه، النقطه دي النقطه دي اي نقطه قالوا فيه، وبعد كده همشي بقى جدعان من عام في وقت حصل له ديتريشن هعلى في الجدول، حصل له امبروفمنت هبدا انزل في الجدول. طيب زي ما قلنا مفيش اي فرق في السرفايفل بينهم، البي بي العالي ده كان يعني بيحسن لي، لقوا فيه مشاكل احسن في الاكسجينيشن لكن فرقش في الاخر في المورتاليتي. احيانا في عيانين لما نبدا نرفع البي بيحصل لهم وورسننج للاكسجينيشن، يعني يتضر جدا الاكسجينيشن، ساعتها اشك في حاجه من اتنين، يا اما عندها في كاردياك شنط في بيتنت فورمن اوفال ومع فتحه البي بي العاليه ديت بدا البريشر يعلى في الرايت سايد يفتح لي يعمل لي كاردياك شنطنج ساعتها اقلل البي تاني شويه، او اللي عندها في باثولوجي نوترال فانت عمال تفتح في لانج الهيلثي واللانج التانيه عماله ما فيش اي بروبنت فيها، فدول حاجتين قلل البي طبعا شويه، البرومز بينهم بيبقى كويس، البالمونو فازوليتور بيفيدهم جدا العينين اللي هم ما بتحسنوش على البي بي العالي مع رفعه البي. تاني طريقة من الاوبتيمال بيب ان انا ممكن استخدمها برضو سهلة، ان انا عندي جهاز لو بيحسب الكومبلاينس بتاع العيان ستاتيك، مش عارف اقعد احسبها هنا بصراحة، لازم الجهاز يكون بيحسب عشان يسهل عليا القصة ديت، وانا هبدأ اتابع تحسن الكومبلاينس مع البيب. الفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان انا متخيل كده لو انا ده البيب ده انا هحطه وده دي الكومبلاينس الستاتيك كومبلاينس، انا دلوقتي لما خليت البيب زيرو خالص كتير من الالفيولاي قفلت، بدا الكومبلاينس تبقى وحشه جدا بسبب ان في الفيولاي كتير قفلت، مع رفعه البيب يبدا الالفيولاي تفتح عند نقطه معينه يبدا الكومبلاينس تبدا تعلى تعلى تعلى، ليه؟ لان انا عمال افتح في الالفيولاي متقفله عند نقطه معينه، ده الاوبتيمال اللي انا محتاجه، بعدها اي زياده في البيب بيعمل لي اوفر ديستنشن في الالفيولاي بالذات الالفيولاي الهيلثي، بلاقي الكومبلاينس قلت تاني، فتغير الكومبلاينس مع رفعه البيب هنلاقيه بيبدا يتحسن ويبدا يرجع تاني يسوق تاني. انا هدفي ان انا القط النقطه اللي هي فيها الاوبتيمم ديستنشن دي، النقطه دي هلقطها ازاي؟ هلقطها ازاي ان انا عندي ارفع البيب خالص وابدا انزل بيه، او انزل بيب قليل وابدا اطلع بيه واشوف الكومبلانس اخبار ايه. هتبقى ابدا مثلا بيب 20 كومبلانس مثلا كانت وليكن مثلا 20، نزلت بيب 18 لقيتها بقت 24، نزلت ل 16 لقيتها بقت 25، نزلت ل 15 لقيتها بقت 27، نزلت ل 13 لقيتها بعد كده 25 او 27 لقيتها بقت رجعت تاني 23، يبقى عارف عند النقطه دهيت كان ديت احسن كومبلاينس، يبقى ارجع تاني اوصل للنقطه اللي انا وصلت لها يعني بيب 15 هو عند النقطه، او العكس ابدا بيب قليل وابدا كنت مثلا بيب 8 ارفعه ل 10 واشوف الكومبلاينس اخبارها ايه، ارفعه ل 13 واشوف الكومبلاينس اخبارها ايه، ارفعه ل 15 اخبارها ايه، معرفه 17 بيب وقع تمام، يبقى الكومبلاينس وقعت، يبقى كده البيب دوت كان احسن عند الرقم ده. دي طريقه سهله تانية ممكن نستخدمها، ممكن تستخدم التيبل اسهل لك طبعا، ودي طريقه تانية محتاجه بس الجهاز بتاعك يبقى فيه كومبلاينس بحيث يساعدك ان انت تتابع الكومبلاينس بسهوله ما تعرفش تحسبها. لو عايز ما عندكش الجهاز ممكن عايز تحسبها هتحسبها بالمعادله اللي احنا شرحناها في الاول، ان التايدال فوليوم هيساوي البيب لاتو ناقص البيب تمام. ممكن نقاد او نسحب البيب في سمول كريمنت وابدا احسب الايه كومبلاينس ستاتيك، انزل اتنين باتنين واقيس الايه الكومبلاينس عند كل نقطه. طبعا طريقه الجدول اسهل ودي اللي ممكن نستخدمها في معظمنا. ممكن برضه نعمل كومبلمنت كده نحط نتابع نقارن الاكسجينيشن تحسن الاكسجينيشن وتحسن الكومبلاينس. هي القصه بتاعت الجدول فكرته ان هو الاكسجينيشن هيتحسن قد ايه، ساتيوريشن هيتحسن قد ايه مع ترفع رفع البيب ونزله البيب، وهنا هيعتمد على لونج ميكانكس هتحسن ازاي تمام. يو كان تشوز فروم ذيس تو ميثودز. الطريقه الثالثه بقى اللي احنا مش افيلبل في معظم الاجهزه هي نعمل حاجه اسمها البي في لوب، ستاتيك بي في كيرف، ستاتيك لوب، هعمل هنفخ لونج بنفس طويل على مدار 40 ل 60 ثانيه وارسم نقطه 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 بعد كل لونج بديها مثلا 50 مللي او 20 مللي احط نقطه واحسب كومبلاينس. ده علاقه بين الفوليوم بين البريشر والفوليوم، الفوليوم في العمود الراسي والبريشر هنا في الايه في الافقي. كل ما ابدا دوا داخل عيان 50 مللي اشوف بريشر بقى كام ساعتها، البريشر بيبلاتو ساعتها، واعي العلاقه بين البلاتوهات مع الفوليومات
ده مش نفس واحد على ما سريع كده، لا ده نفس بطيء، عباره عن بدخل ميل 50 ملي 20 ملي 20 ملي، اي فوليوم بسيط جدا، نفس على مدار. بعض الاجهزه فيها خاصيه ديت زي الهاميلتون، زي البلافيستا، زي النيمو فينت، اجهزه بعض الاجهزه اللي عنده اجهزه من ديت، ممكن اللي عنده حاجه اسمها ريكروتمنت تول او بي في تول او بعض الاسماء ليها. تمام، دي بصراحه يعني كافكتيف ما تعملش اساس قويه او انها افكتيف او انها اكيوريت او لا، بس طبعا هي هزرت انها هدي نفس واحد للعيان على مدار 40 ثانيه، يعني يعتبر هيقعد ابنك اراوند 40 ثانيه كاملين من غير اي فنتليشن، ففي مش اي حد يستخدمه برضه، لانه في ريسك خالص ان يحصل معاه هايبوكسيا وهايبر كابنيا ساعتها. طبعا هيموديناميك انستابيلتي ممكن تحصل طبعا في المنوفر دوت، فده لازم انت ببروفيشنال تعرف تستخدمه كويس. فكرته ان انا هبدا بقى هلقط الالفيولاي، انا عمال افتح في الايفولاي، افتح في البي، اكني بفتح لانج بفوليوم، عند نقطه معينه الاقي مره واحده الفوليوم بقى يدخل من غير ما البريشر ما يعلى بالعلو ده، هنا عند النقطه دي، النقطه ديت دخلت فوليوم قليل جدا قصادها بريشر عالي كميه كبيره جدا، شوف فوليوم هنا قصاد فوليوم الفوليوم ده، على نقطه معينه نسميها كريتيكال اومنج بوينت او لور انفليكشن بوينت، بعدها الفوليوم بيحصل تحسن وانفراجه في الايفولاي بسبب انها اتفتحت، معظمها اتفتح، مع نقطه معينه يبدا يحصل اوفر ديستنشن ويبدا البريشر يبدا يعلى تاني مقارنه بالفوليوم. انا عايز اشتغل في السيف زون دوت، السيف زون دوت هنا اخري وهنا اولي، احط بتاعي يبقى في النقط فوق الرقم ده، وابتدى الفوليوم ما يعديش البلاتو بتاعي عند الرقم ما يعديش، فانا خليني شغال في السيف زون دوت. ده فكره الكيرف دوت، موجود في بعض الاجهزه، لو عندك متاح برضو ممكن تعمل كومبلمنت مي للتو ميسجز اللي فاتوا، بحيث تحدد برضو عندك افضل بي بلو يبقى فين، طبعا هتحطه فوق اللور ريفليكشن بوينت ديت ب 2 سنتيمتر متر متوسط يعني. طيب كده احنا خلصنا التلات طرق الاساسيين ممكن نستخدمهم حسب الاجهزه اللي معانا، ندخل في البوينت اللي بعدها. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاساسي في المحاضره، هو اللونج بروتيف انتليجنت استراتيجي، الحاجه الاساسيه في مانجمنت العيان الاي ار دي اس اللي بنستخدمها في كل عيانين الاي ار دي اس. دلوقتي هناخد بقى فكره عن الاذر تريتمنت اللي ممكن نستخدمها على الفنتليتور، الادفانسد مانجمنت ازاي على الفنتليتور عيان المودريت تو سيفير. هنتكلم عن الماسل لاكسيشن، عن البروم بوزيشننج، عن الريكروتمنت مانوفر، وحاجات تانيه كمان ادجنتيف ثيرابي. دلوقتي الاول بس نفهم هنستخدمها امتى. لو بصينا كده على الصوره ديت هتلاقي احنا عندنا 3 زونز، الزون الاخضر ده اللي بيفرش زي ما احنا شايفين كده من 300 ل 200 اللي هو المايلد اي ار دي اس، من اول 300 لحد 200. الزون دوت زون المايلد اي ار دي اس ما احنا شايفين ما فيهوش حاجه نعملها غير لانج بروتكتيف ستراتيجي، في بعض الحاجات ممكن نستخدم انفيزيف وبقدر الامكان نخلينا سيف برضو ما يبقاش عالي. والزون دوت انا عندي ساتسفايد عليه واكسبتنج الدنيا بتحسن، خلاص هكمل زي ما انا على لانج بروتكتيف ستراتيجي، مش هعمل اي حاجه تانيه. لو العين مور هايبوكسيميك من الاول او بدا يبروجريس معايا من مايلد لمودريت، هنلاقي بقى دخل في الزون الاصفر البي اف ريش بتاعته من 200 ل 100، هنلاقي اول جزء من 200 ل 150 ممكن اضيف كمان حاجتين معايا اللي هما الهاي بيب، هبدا ازود في البيب، وممكن احتاج ماستر ريلاكسيشن زي ما نشوف دلوقتي عشان الاسينكرو مش مرايح على الفنتليتور. لو بدا يقل عن 150 ولحد ال 100 يبقى انا كده في المودريت اي ار دي اس، بس في النوع الجزء التحتاني منه مودريت تو سيفير، هبدا كمان اكونسيدر البروم بوزيشن من اول 150 بي اف ريش. تحت ال 100 احنا اكيد انا ماشي على لونج بروتيف استراتيجي، اكيد معايا هاي بيب، اكيد معايا نيور ماسكر بروكر، اكيد هل عندها برون، ولو مستيل مش جايب هضطر افكر في الهاي فريكوت مانوفر كسالفج معايا، هاي فلو هاي فريكوينسي اوسيليشن لو انا عندي بيدياتريك انهيل ديتريك اوكسايد، الحاجات دي كلها بشتري بيها وقت، واحيانا كتير بضطر اوصل لايكمو لو عامل ريسبوندنج للحاجات دي، يبقى ده في السيفير اي ار تي اس. طيب احنا كده فهمنا ان دي ستيبس بمشي بيها، ببدا كل حاجه لما العين يبقى مور هايبوكسيميك على حسب البي اف ريش بتاعته حسب السيفيريتي بتاعته. نبدا بقى كده اول حاجه بالماسر ريلاكسيشن في الادفانس تريتمنت، طبعا ده كومون جدا نستخدمه احنا في على مستوى البيزك حتى ان احنا نبدا ماسر سيشن، بس عارفين هنبداها امتى وليه. لو كنا على ماسر ريلاكسيشن او ماسر نيو ماسكر بلوكر، هنلاقي ان احنا بستخدمها ايرلي في الاي ار دي اس، بفضل ابداها ايرلي العين لو فعلا محتاج ابدا له ايرلي فوق 24 48 ساعه، بستخدمها بس في عين مودريت تو سيفير يعني بيفرش اقل من 200، ممكن 170 180 150 200 اقل، كل المستوى ده ممكن ابدا بيه. هدفي منها ايه؟ هدفي منها استخدامها مود شورت ديوريشن 24 ساعه 48 ساعه فقط، هدفي منها ان انا العينين الاسينكروني اقل الاسينكروني خالص،
انا عايز عندها ما يبذلش اي مجهود عشان ما يحصلش فلكتويشن في الانترا بلورال والترانس بلورال بريشر، وده اللي بيعمل زود اللونج انش. العيان ده في الاول ممكن يأذي نفسه ويدور نفسه بالسوينجنج اللي بيعملها، عمال يسحب والجهاز ما بيديلوش، او الجهاز بيدي بفلو معين فوليوم معين، السوينج دي بتزود اللونج انش. لقوا في الاول النتائج ما كانتش كويسه او في الماسل ريكسنت كانوا يستخدموها، بس بدانا نحدد هنديها امتى ولانهي عيانين، النتائج بقت احسن، بتحسن مورتاليتي والميوباسي والماسل اللي المشاكل خايف منها بنفس القوه الكميه لو استخدمتها شورت دوريشن مع التايمنج مناسب للعيان المناسب بالديوريشن المناسبه. الماسل ريكسنت مفيد لعين الاي ار دي اس، عارفين نستخدمه امتى؟ العين المودريت سيفير بيفرش اقل من 200، ببدا افكر في الماسك بكره، خصوصا لو العيان ده اسينكروني على الفنتليتور والسيديشن مش مكفيه والعيان بيعافر مع الجهاز. استخدام المود شورت ديوريشن 24 48 ساعه، مع طبعا مع البروتين، مع هديها برده كمان مع البروتين لانج ستراتيجي. بعض الاستاذ كانت اتعملت وهما بيدوا فوليوم كبير، لا انا هدي الماسك الاكسنت وانا بدي برده الفوليوم بتاعي 6 ل 4 6 مللي بير كي جي. معانا ايه كمان في الادفانس مانجمنت؟ معانا البرومبوزيشن. هناخد دلوقتي فكره يعني ايه بروبوزيشن وازاي نعمله، طبعا هناخد تفاصيله اكتر في محاضره الادفانسد. بروبوزيشن فكرته ايه؟ ان انا عندي زي ما افتكرنا كده اللونج زونز، الحته الهيلثي والحته الريكروتابل والحته المش ريكروتابل، توزيعتهم دايما ان هي ماشيه ان الزونز الانتيريور ديت وصل لها هواء كويس جود فنتريتد، والجزء البوستير دوت مش واصل له هواء كويس. طيب بصينا بقى البلاد سبلاي اللي واصل، نلاقي ان البلاد سبلاي اللي واصل للجزء التحتاني دوت بيبقى بلاد سبلاي كتير، والجزء اللي جاي له هواء كويس دوت موصول بلاد سبلاي قليل. ليه؟ بالجرافيتي. طيب ايه المشكله؟ هيبقى عندي المنت من في كيو ميس ماتشنج، هنا دم قليل وهواء كويس، والناحيه التانيه دم كتير بجرافيتي ومفيش هواء خالص. طيب الحل ايه؟ الحل نقلب العيان ده بروم، احافظ على الايفولاي مفتوحه وانا بقلب العيان، وخلي الجزء دوت ينزل تحت يجيله دم كتير بالجرافيتي، والجزء اللي هو وحش دوت يروح فوق ويجيله دم قليل مفيش مشاكل. يبقى كده حسنت الفي كيو ماتشنج وبالتالي حسنت الجازيك تشينج. اهم حاجه ان انا وانا بقلب العيان حافظ ان الفنت ما تفصلش، توزيع الهواء والبرشرات اللي فاتحه لي الجزء دوت بالبيب والجزء ده تانيها موجوده، مش عايزين ساكشننج، نستخدم كلوز ساكشن عشان نحسن نتائج البرومبوزيشن. طيب امتى احتاج برومبوزيشن؟ هل كل عينين؟ لا، احنا اتفقنا العينين بس السيفير مودريت تو سيفير ار دي اس بيفرشوا اقل من 150. في الاغلب انا هيبقى انا عندي محتاج اف 2 ب 60% وانا طالع، 60 70 80 100% دول عينين محتاجوا برومبوزيشن، ويفضل نبدا العينين دول ايرلي. لو انا عندي جالك سيفير من الاول ابدا له ايرلي برومبوزيشن ايدر في خلال 48 ساعه، ممكن اول نظبطه كام ساعه ميكانيكال بنتيشن عاديه بريكروتمنت بيب عشان نفتح الايفولاي على قد ما نقدر، بحيث اما نقلب يبقى في الايفولاي مفتوحه تستحسن لي جالس تشينج. يبقى هعمل اوبتمايزيشن للفنتيليشن لفتره في الاول قبل ما اقلب برون. يفضل نبدا بدري في اول 48 ساعه من العين المودريت تو سيفير اي ار دي اس بيفرشوا اقل من 150. بحتاج كام ساعه في اليوم؟ بحتاج لمده 16 ساعه في اليوم متوسط على الاقل. كل ما تقعد فتره اطول يبقى ممكن تنتج تبقى احسن، مش عارفين لسه، بس احنا اتصلت العمل حتى الان وحسنت المورتاليتي كان عامل بروبوزيشن ايرلي في مودريت لسيفير اي ار دي اس 16 ساعه متوسط برديه على الاقل. في احيان كتير العينين دول بيحتاجوا ماسل لاكسن طبعا، وطبعا لازم في بروتوكول العادي اللي عملناه اللي فات دايت يمشي على العيان دوت برده لو تايدال فوليوم ب 6 مللي بير كي جي، ونظبط برده فيه على قد ما نقدر كان نوصل لحاجه الاوبتيمال تناسب العيان. وزي ما قلنا احتاجنا ماسل لاكسنت يوسف في العينين دول بالذات فوق 24 ساعه، فماسل ستيشن بتساعدني ان انا اعمل جود كنترول للفنتيليشن، جود كنترول للسينك بتاع العين. ايه كونتر اندكيشن؟ مهم جدا مين عينيه مش هينفع اعمل لهم برون. في حاجات ابسوليوت طبعا، السباينال انستابيليتي مش عارف طبعا اقلبه واعمل الكلام ده خالص، اللي عندهم اوبن شيست بوست كارديو سيرجري او تروما، الشيست ما اتقفلش اوبن لاي سبب، حصل كارديو كريست جوه اي سبب. لو بعد كوست بوست كارديو سيرجري اول 24 ساعه ما ينفعش ينام العين على الاسترنوم اللي كانت مفتوحه ديت استرنوتومي، لا ممكن بعد 24 ساعه لو اضطريت ممكن اكسبت ان نحط، او لو انت عامل سنتر كانوليشن اللي في اي ايكمو او باي فيت، طبعا ده مش موجود في مصر كتير، احنا العيان طبعا بقى بعد ما خلص الاوبن هارت ما رجعش من على المكنه، فحطوا على طول سنتر كانوليشن كان موجود اوريدي شغال على الايكمو، العيان ده طبعا مش هينفع يتحط على برون. دول عندهم مستحيل يتحطوا على برون، سيرفايكال سباين
سنترال كانيونيشن مش هيستو، يعني الكانيونيشن بتاع الفي ايكمو طالع من الشيست وول اوريدي، مش عارف انام عليه اوبن شيست، او لو انا في اوضه 24 ساعه بعد الكادر سيرجري العاديه بسبب ان انا خايف الشيست وول يفتح اوبن. طيب ايه بقى حاجات ريليتد دي؟ دول كتير جدا، وساعتها يبقى حاجات كوست بينيفيت. اولهم الكاردوسكال انستابيليتي، دي حاجات كتير بتقابلنا، العيان ده مش ستيبل اعمل ايه؟ بتبقى ساعتها كوست بينفيت بقى، العيان هيبوكسيك قوي، يستحمل اعمل حاجه تانيه، ريكروتمنت عندي ايكمو افيلابل ما عنديش، طب اللي عنده خط واطي حاجه بسيطه ممكن احط له ليفو. ساعتها بنأسس كوست بينفيت العيان معين. ممكن ادي عندها فلويدز ونتروبس وفازوبريسورز واشوف ريسبونس واقرر، ما اقرر هكمل في البرون ولا لا، هعمل برون ولا لا. يعني مربط اوبيز عندهم مشاكل كتير في نقلهم وتقليبهم، وممكن ما اقدرش انقلهم كل يعني يوميا مرتين في اليوم كده من برون لسوباين. احيانا كمان ما عنديش السلاله تستحمل نقل العين دول بالشكل دوت، فساعتها حسب الكابلت اللي عندك، عندك صافي يقدر يشيل العيان ده ويقلبه، عندك سرير يستحمل الكلام ده، كوست بنفيت ساعتها. طبعا بريجنسي في السكند تريمستر بنشوف بقى العيان البيبي اخباره ايه، هيستحمل يقعد هيبوكسيك ولا هيستحمل اكتر يقعد برون. الحاجات دي كلها ريلاتيف كونتنتيشن، بنأسس كيس بي كيس ايه اللي ممكن يتعمل. مالتيبل تروما بقى، بيلفيك والشيست فراكشرز والفيكسيشن، الحاجات اللي فيها بيلفيك مش عارف اقلبه برده كده واجيبه يمين وشمال وفوق وتحت. فيشال فراكشرز مش عارف ان يعني يعمل على وشه، الهيد انجري والريزيدنت كان بريشر فراكشر، لو في سيجرز كتيره من عنده ممكن يفتس وبتقوي مش عارف بروتكتد في الوضع دوت. لو في يعني ناس عندهم ريزنت كور بريشر انترا اوكيلار بريشر، طبعا النوم على الفيس دوت بيخلي ممكن في ريسك طبعا يحصل كومبليكيشن على الانترا اوكيلار بريشر. طبعا تراكيوستي لسه معانا ريسنت في 24 ساعه مش عارفين هتلاك ولا لا، انا ممكن ديفيكولت مش عارف انتيوبيت في الوضع دوت. كل الحاجات ديت ريلاتيف بأسس العيان ووضعه ايه وكوست بينيفيت ايه اللي هيحصل. ازاي هنعمل البرون بوزيشن؟ هنلاقي ان احنا هناخد فكره بس دلوقتي عنها، لكن التفاصيل برضه في محاضره الادفانسد مانجمنت. العين زي ما احنا شايفين كده بنحتاج تيم من اربعه من خمسه على الاقل، واحد الايروي واربعه عشان يقلبوا العيان من البرون، ونفس الكلام ده هنعكسه لما نيجي نرجع العيان تاني من برون لسوباين. بنجيب العيان هنحتاج بعض الحاجات البسيطه، المخدات الاساسيه وملايات عشان نعرف نعمل التيرن بوزيشن للعيان. الدكتور ماسك الايروي اللي عند راس عندها مهم جدا انه يحافظ على التيوبه في مكانها وقت النقل، البنت مش هتفصل خالص وقت النقل ببرون، لا البنت هتلاقيها متوصله عشان احافظ على الايفولاي مفتوحه. لكن نبدا نظبط كده، نحط مخدات بحيث نحافظ ان البريست والابدومين والجينتاليا ما تبقاش العين نايمه عليها، نحط مخدات فوق تحتها بحيث نخلي الاماكن ديت بعيده عن السرير. هبدا الف ملايه فوق المخدات بحيث ابقى انرولمنت العين جوه المخدات مع ملايه تحتانيه، نبدأ نجمع العيان نلم الملايات بحيث يبقى كده وان بيس، ونبدأ نترن بوزيشن نوديه على جنب السرير، وبعد كده نلف العيان 90 درجة، وبعد كده نبدأ نغير اللي بيغيروا ايديهم بحيث يبدأ العيان ينزل بقى على السوباين بوزيشن. وبعد ما ينزل السوباين بوزيشن ابدأ اظبط وضعه، اطمن المخدات في اماكنها كويس، الجينيتاليا والبلفس والابدومين والبريست، الحاجات دي كلها مالهاش ضغط، وابدأ احط عليها حاجة اسمه سومر بوزيشن، ايده الدراع من الدراعين بيبقى جنب راسه كده، والدراع التاني تحت مفروض جنب جسمه. ده ملخص كده بس العين بين ازاي، طبعا في تفاصيل اكتر هنشرحها في محاضرة الادفانسد. معانا ايه كمان في الادفانسد تريتمنت؟ معانا ريكروتمنت مانوفر. هناخد يعني ايه نفهم يعني ايه ريكروتمنت مانوفر، مين العين اللي نعملها له ومين العين اللي ما ينفعش نعمل له ريكروتمنت مانوفر، وهنسيب برضه ازاي نعملها لمحاضرة الادفانسد ان شاء الله. اللانج ريكروتمنت دي ببساطه الديفينيشن بتاعها عباره عن ايه؟ احنا قلنا من بدري ان الريكروتمنت ده عباره عن استدعاء القوات الاحتياطيه في الجيش، فانا عندي كذلك برضو فيها الفيلاي في اللانج، قلنا انها ريكروتابل مفتوحه شويه بس بتقفل، جيت عايز افتح لها واخليها شغاله معايا، ازاي ان اعمل لها سستيند بوست بريشر، اديها بوست بريشر لفتره على تايم بسيط. يعني بريشر سستيند بريشر لبريد اوف تايم، ده ببساطه ان انا ارفع مره واحده البريشر جوه اللنج بيبيب عالي شويه لفتره
seconds to minutes، وابدا تاني ارجع تاني اللي كنت موضوع السيتنج اللي كنت عاليها. الفتره ديت فتحت فيها الاي دي لاي، ومنتين الفتح دوت بيبقى اعلى شويه من من اللي هستخدمه بعد الريكروتمنت دوت في الاغلب يعني. هميتها في ايه؟ بتحسني الاكسجينيشن، بتحسن الشنط فراكشن عن طريق انها تفتح الفيولاي كانت قافله وبيحصل فيها شنطنج، بتحسن الفنتيليشن بنفس الفكره انها فتحت لي الفيولاي فهتشارك في السي او 2 ريموفال وفي الجاز اكسشينج، بتساعدني برضه ان انا احدد الاوتومال بيب، خصوصا لو انا بعمل بنزل عايز اعمل اعلى جدا بالبي بيب وانا نازل، ابدا زي ما دلوقتي ان انا انزل بيب جراديوال جراديوال واشوف تحسن الكومبلاينس وسوقها هل هتبدا تعلى وتنزل، وتشوف احسن بيست بيب يحقق ايه بعد ما عملت ريكورد. هحتاج الريكروتمنت امتى؟ في برضه في مودة وسيفير اي ار دي اس ايرلي، بالذات قبل الانس بتاع الفايبر ريفتيف او اول اسبوع مثلا بيبقى افكتيف اكتر، بينفيت اكتر في السكندري اي ار دي اس اللي هو سبب الاي ار دي اس مش جوه اللنج، بانكيراتايتس، سيبسيس، تروما، بلاد ترانسفيوجن وترالي، الحاجات دي كلها تستفيد اكتر من الاي ار دي اس من البرايمري اللي هو نمونيا وسيبسيس جوه اللنج وانفاركشن، الحاجات دي كلها استفادت الريكروتمنت اكتر في السكندري لان الباثولوجي بيبقى اكتر مش سيفير مفيش سكريشنز كتير تعاكس شغل الريكروتمنت. تمام، يبقى احنا كده لو عندي ايفيدنس لعن سيفير مودريت لسيفير ايرلي تقريبا دي نفس الكراتيريا بتاع برون، ولكن البرون مور ايفيدنس بيحسن مورتاليتي، الريكروتمنت فقط بكسب بيه وقت بحسن بيه اكسجينيشن لفتره قد تكون ساعات قد تكون دقائق فقط. تمام، ده يعتبر سالفج بلحق بيه العيان مؤقتا ويفيدني اكتر في العين السكندري عن البرايمري، يبقى فيه استجابه اكتر فيه. طيب مين العين مش هينفع اعمل ريكروتمنت مش هستحمل البريشر العالي دوت؟ هو العين هيمودايناميك انستابيلتي، الفينوس ارتري بيقل جدا وقت الريكروتمنت مانوفر، فعين هيمودايناميك انستابيلتي بيبقى كوشس جدا وانا بفكر اعمل ريكروتمنت ولا لا. اللي عنده يعني اللي فيه فيزنتس بولي وورنا ترابشر او العين فيه نيموثوراكس ومش مركب شيست تيوب وانا ماشي كونزرفيتيف، العينين اللي فيه يونت لانج ديزيز يردس لسه ايرلي او هو ماسك مينلي فون لانج، انا هعمل ريكروتمنت ممكن اعرض جدا اللانج البريشر ده كله يروح على اللانج الهيلثي واعمل لها اوفر ديستنشن ويدخلها فوليو تروما وبايو تروما بعد كده كمان. فمهم جدا ان انا انقي العيان اللي يستحمل الريكروتمنت ويستفيد بيه، يبقى يستفيد بيه ان هو سيفير يردس مش هتعمل حالات مايلد يردس عليها ريكروتمنت عشان احسنها، لا مودريت وسيفير اللي فيش برضه اقل من 150 في الاغلب بستخدمه ايرلي يفضل في اول كام يوم، يفضل في اكتر في السكند عن البرايمري. عارف ان انا في دماغي ان الكول دوت هكسب بيه وقت كسالفج مش هيبقى حل نهائي للموضوع. كونترا انديكيشن الحاجات اللي هي بتتاثر بسبب انكريز في بريشر بالصوره مفاجئه. اخر حاجه معانا في المحاضره بقى ان شاء الله هي الادجنكتيف او ممكن نسميها السالفج سيرفيس، الحاجات اللي تلحق ان نلحق بيها المريض اخر حل معانا لعين اليوردس، هناخد فكره عنه وهنسيب برضه تفاصيل اكتر في محاضره ادفانسد مانجمنت. اول حاجه في الادفانسد في السيرافي او السالفج هو مود الاي بي ار في اير واي بريشر ريليز فنتيليشن، ده مود بنفس فكره الباي باب اللي هو تو ليفل اوف سبونتينس بريسنج، بيخلي اللنج على نفس طويل جدا ممكن 6 او 7 ثواني في بريشر عالي جدا اراوند بي بريشر 30، وبعد كده بينزل لبريشر 5 او اقل كوقت اكسبيريشن لمده لا تتجاوز نقول قصيره جدا او نص ثانيه مثلا، يحصل فيها ريليز بس للفنتليشن الهواء اللي كان جوه، وبالتالي بعمل كونتينوس ريكروتمنت لللنج في المود دوت. المود طبعا المود الصعبه لازم انت فاميليار معاها عشان تمانج بيه العيان دوت، بس فكرته ان انا برفع جدا المين ايروي بريشر زي ما احنا شايفين في الصوره كده، بقى تقريبا نفس لونج طول الوقت مليانه ببريشر وبالتالي تحسن الاكسجينيشن. طبعا مش معروف المود ده نستخدمه امتى، حتى انا صدق لسه مش محتارين نستخدمه امتى وازاي، لكن نتايجه كمان مش كونفليكتنج مش ماشي في اتجاه معين هو مفيد في وقت معين، فلسه اندر ريسيرش استخدامه الامثل امتى في عين الاي ار تي اس. الحاجه الثانيه هي الهيرد بالمونري فازو دايليتورز، ده سالفج برضه مانوفر بلحق بيه بس العيان، قصته ان انا بدي انهيلد ماده انهيلد تخش في قلب السيرك بتاع الفنتليتور تخش العيان، ماده تعمل البرموني فاز دايليتور، في منها نيتريك اوكسايد وفي منها البروستاجلاندنز، الاثنين دول بيعملوا ايه؟ الالفيولاي اللي وصل لها هواء كويس هيوصل لها كميه اكبر من النيتريك اوكسايد او من البروستاجلاندنز، وبالتالي اللي هيحصل فازو دايليشن في الفيسلز اللي بتغذي الالفيولاي دي، وبالتالي
يجي لها دم اكتر. يبقى انا كده فكره ان انا غيرت فيسيولوجي شويه، الاماكن اللي وصلها اير كويس يجي لها دم كويس، وبالتالي الشنتنج يقل والاكسجين تقل. انا كده ما عملتش حاجه في الاي ار دي اس، ما فتحتش الجرائي مقفله، انا فقط بس اشتريت وقت سالفج العيان ده ما يبقاش هايبوكسيميك على الايه الميكانيزم اللي استخدمه دوت. طبعا ده مشكلته ان هو مش هيأثر على مورتاليتي خالص، مورتاليتي زي ما هي مش هيحسن اي حاجه، مورتاليتي العيان هي برضه الباثولوجي ما تحسنش في حاجه بالفنتليشن كده، لكن الاكسجينيشن هو بس اللي صلح. فممكن اشتري بوقت لحد ما اوصل العيان على ايكمو مثلا اللاين اللي بعد كده، او لو مستني الباثولوجي يتحسن، لو العيان الباثولوجي بتاعه لحد ما ممكن يبقى رابيدلي امبروفينج. طبعا نفتكر وقت ما نيجي نوقف النيتو سايد لازم تسحب جراديوال او البروس عشان ما يحصلش ريلابس او ريفلكس بقى فازو كونستريكشن عنيف بعد ما اسحب الحاجات دي، فلازم تسحب جراديوال، وبرده نتيجها الى حد ما تفرق من تايب البيشنت لبيشنت. اخر حاجه معانا في السالفج ريموفر هي الايكمو. طبعا ريسيرش حاليا عالي جدا على الايكمو، الفي في ايكمو في عين الاي ار دي اس، ولو كان معاه كاردياك افكشن كمان ممكن يبقى في اي ايكمو، ولسه نتائج لحد ما conflicting. ولكن طبعا الايكمو عدى الهاي فريكونسي اوسيليشن في كاسافج موفر في الحاله النهائي، وحاليا الصيد شغاله كتير عشان نجيب احسن عينين يستفيدوا بالايكمو. كده خلصنا الحمد لله محاضره الاي ار دي اس البيزك مانجمنت. اللي حابب يسمع الادفانسد المانجمنت هنتكلم في تفاصيل اكتر عن البرون وعن الريكروتمنت وعن اذر سافج مانوفر. شكرا لكم، لو في اي استفسار معاكم على الايميل او على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم.